حلقة النهاردة حلقة خاصة جدا، خصصناها لموضوع هام. هو موضوع يخص فتيات دور الرعاية في المملكة العربية السعودية. حلقة النهاردة بعنوان الشريط الأبيض. الفقرة الأولى في الحلقة دي هتكون بعنوان من له أذان للسمع فليسمع. كل واحد مننا محتاج أنه يسمع لصوت الله في حياته، يسمع لمسؤولياته، يسمع للتحذيرات اللي موجودة في مجتمعنا، ومش بس نسمع ولكن أيضا نتكلم، نعمل، نغير، نصلي. الفقرة الثانية هتكون بعنوان قصة الشريط الأبيض. هنحكي لكم القصة ابتدت إزاي فيما يخص أمر فتيات دور الرعاية. والنقطة الأخيرة هنتكلم في بنات دور الرعاية إلى عين. بعد قليل هرحب بضيفة حلقة النهاردة اللي يشرفني جدا أن أنا أستضيفها، الأستاذة سارة اليحيى، ناشطة نسوية حقوقية وكاتبة ومهتمة جدا ومهمومة بأمور حياة المرأة وتطوير المرأة. خليني هرحب بيها بعد قليل، لكن يعني عايزة أقول إنها هي أيضا أعادت إطلاق هاشتاج الشريط الأبيض في الفترة الأخيرة، وكان لنشاطها في الفترة الأخيرة دي صدى كبير جدا على تويتر. خليني قبل ما أبدأ حديثي معاها، عندي حاجة كده، يعني حاجة في قلبي عايزة أعلق عليها. موضوع مهم شغلني وبصلي من أجله، وحاسة أنه من ضمن مسؤولياتنا كبشر، كناس، كإخوة في الإنسانية، وأيضا كمسؤولين أمام الله، يعني أن احنا نهتم بهذا الموضوع. والموضوع ده برضو له علاقة باللي هنقدمه النهاردة، وهو أن احنا يعني نضطهد شخص أو فئة أو ناس معينة بعينها. هو الحقيقة موضوع الأستاذ أحمد حرقان. شايفين التويتة دي؟ أنا خدتها النهاردة من على الصفحة عند الأستاذ أحمد. بيقول فيها النهاردة اليوم 24 في إضرابه عن الجوع، يعني بيعلق فيها إنه الحياة منحة عظيمة تفقد قيمتها عندما نستعبد. الحقيقة إنه الأستاذ أحمد عنده حق في الموضوع ده، علشان كده ربنا لم يخلقنا لنكون عبيد، بل لنكون أبناء ولنكون أحرار فيه. حيث روح الرب هناك حرية. موضوع الأستاذ أحمد من يعني ابتدى من حوالي شهر كده. كان الأستاذ أحمد خارج من مصر، طالع المطار رايح لتونس علشان يلتقي بخطيبته ويتجوزوا هناك. فوجئ أنه ممنوع من السفر من غير تبرير، ولا انه مثلا في قضايا هو محجوز عليها ولا اي حاجه. فقرر انه يضرب عن الطعام علشان يقول انا من حقي ان انا امارس حقوقي كانسان وحياتي كانسان، وخصوصا ان انا مش باذي حد. انسان له معتقد خاص بي، هو حر. من قال ان دوله، بشر، حكومه، عيله تمنعني أني أمارس حقي كإنسان؟ والحق الأول هو الاختيار. العلاقة بين الإنسان والله علاقة خاصة جدا. النهاردة هو اليوم 24، 24 يوم الأستاذ أحمد مضرب عن الطعام. الحقيقة أنا كأم ده واجع قلبي قوي. أحمد شخص ملحد، كان إمام مسجد وبعدين ساب الإسلام وألحد. أنا كمان تركت الإسلام وتابعت المسيح، وكثيرين منا عملنا كده. مهما كان اختلافي مع أحمد في الإيمان أو الرأي، فلا أستطيع إلا أني أتعاطف معاه كإنسان، ومسؤوليتي كمؤمنة أني أصلي من أجله وأشجع كل المؤمنين أن هم يصلوا من أجله. الحقيقة أدهشني جدا أن التفاعلات مع موضوع أحمد ضئيلة جدا على التويتر بالذات. بشوف التويتات وتفاعلات الناس معاها، بتساءل كده، راحوا فين كل المتابعين والمناصرين والمناهضين والشتمين؟ محدش مهتم. ده بيقول ايه عن انسانيتنا
لكن الأهم يا أخواتي اللي أنا عايزة أوجهه للناس اللي يعني اللي يستطيعوا إن هم يحركوا أمور كثيرة بالصلاة، أين هم أبناء الله اللي بيصلوا من أجل الأستاذ أحمد؟ أنا عارفة إنكم بتصلوا من أجله، لكن أنا بقول إنه تعالوا نتحد في إننا نصلي من أجله أن يعطيه الله حياة وفرصة ليعرفه. المسيح علمنا كده إنه بيقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. فكروا في حال الآخرين اللي حواليكوا، دي مهمتنا. الله أعطانا خلاص وأعطانا حياة، فيجب أننا نصلي أن الآخرين أيضا يكون لهم نفس الفرصة. بيقول كده فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. المسيح هو اللي بيفكر كده. الكلمة دي بتحرك قلبي، لأنه بيقول كده الكتاب، لأن كل الناموس في كلمة واحدة: أحب قريبك كنفسك. قريبي هو المحتاج لله، قريبي هو الجعان، هو التعبان، هو المضطهد، هو المظلوم اللي يدخل فيه البنات اللي هنتكلم عنهم النهاردة واللي هنصلي من أجلهم النهاردة. المسيح وضع فينا محبة حقيقية إحنا عارفين إنها ما كانتش هتكون في قدرتنا قبل كده، هي عطية من الله. فهمنا الحب عندما تبعنا الله محبة. نفهم الآن دلوقتي، أنا فاهمة يعني إيه فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. شفت أم أحمد المنقبة قاعدة جنبه وهي شايفة ابنها بيموت تدريجيا، قلبي وجعني، بصلي من أجلها. وده فكرني بقلب الله من أجل أحمد ومن أجل أمه ومن أجل كل إنسان محتاج. ربنا بيقول أنا إن نسيت الأم رضعها فأنا لا أنساكم. تخيلوا قلب الله ينفطر على كل نفس تهلك. فصلوا معايا دلوقتي وأقفوا معايا في الثغر من أجل أحمد ومن أجل كل المحتاجين لله اليوم. أستاذ أحمد، أنا عايزة أقول لك إنه في إله خلقك وبيعرفك وبيحبك، وإحنا بنصلي إن الله يعطيك اليوم النجاة. خلينا نصلي مع بعض. يا رب احنا بنصلي في اسم يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب، إنك اليوم تخرج أحمد من هذا المخرج والمأزق وتعطيه حياة وتعطيه شهادة وتكسر كل سهام الشرير العدو الموجهة ضده. وبنصلي يا رب إنك تقيم أشخاص يسندوه ويدافعوا عنه في اسم يسوع. أمين. في عالمنا كتير من المحتاجين أو الضعفاء المتروكين والمظلومين، لكن كل واحد مننا ليه دور يقوم بيه. الكتاب بيعلمنا كده، إن لكل منا موهبة والله يعطينا فرصة إن احنا نسمع وننمو ونعمل ونستجيب لعمل الله، علشان كل واحد فينا يتصرف ويعمل بما وهب الله من مواهب. علشان كده النهاردة أنا بقول إنه البداية إنه من له أذان للسمع فليسمع. إذا كان دورك إنك تصلي فصلي، إذا كان دورك إنك تتكلم فتكلم، إذا كان دورك إنك يعني تنده لناس يتعاونوا معاكم، تكتب لمنظمات حقوق الإنسان، اعمل، اعملي، تكلموا، لا تتركوا مظلوم يبات مظلوم إن كان في قدرتك إنك تعمل شيء. شوف الدور اللي ممكن تقوم بيه عشان تساند مظلوم أو تتعاطف مع ضعيف. وده يجيبني لضيفتي النهاردة، هي مثال لده. ضيفتي الأستاذة سارة اليحيى، الناشطة النسوية الحقوقية والكاتبة المهتمة بمجال تطوير المرأة. برحب بيكي يا أخت سارة، بشكرك على الدور الرائع اللي أنت بتقومي بيه النهاردة في إطلاق الهاشتاج ده، وقضايا أخرى كتيرة. يعني أنا شايفة أنت يعني بتتكلمي في مجالات كثيرة، ولكن بتركزي على المحتاجين، والنهاردة هنركز على الهاشتاج اللي أنت أطلقتيه حديثا. برحب بيكي مرة أخرى في برنامج المرأة المسلمة. مرحبا فيكي وشكرا للاستضافة.
ربنا يباركك. طيب أنا كمان النهاردة هو لابسة الشريط الأبيض تضامنا معاكي ومع كل إخواتنا وأمهاتنا وبناتنا اللي محتاجين المعونة النهاردة، وبنصلي إن تكون الحلقة دي بداية وانطلاقة أيضا لناس كتير يساندوكم في المهمة دي. سارة، ايه اللي خلاكي انت كامرأة سعودية تتكلمي بهذه القوة في الموضوع ده بالذات؟ موضوع دار الرعاية موضوع لما نتكلم عنه فعلا موضوع مؤلم لسبب واحد بس، انه رمزيته الاساسية هي مكان مخصص للمنبوذة من اهلها، يعني ولي امرها ما يبغاها. خليني الكلمة هذه مرة مؤلمة لكن راح اقولها لانه فعلا توصف الواقع حيال فتيات دور الرعاية، انه يرميها في دار الرعاية لانه ما في حل انها تطلع من هذا الدار الا بحالة واحدة بس، يا انه هو يوافق والاغلب انه ما راح يوافق، او انها راح تتزوج حتى لو كانت اقل من 18 سنه. فمع الاسف الشديد لما المراه تحارب علشان او تناضل عشان ابسط حقوقها، ممكن الدراسه، ممكن العمل، او ممكن عشان بس تهرب من حاله عنف او تهديد بحياتها، يعني ممكن اخوها يهددها بالقتل، ابوها مثلا، ايا يكن، وتكون في حاله تعنيف قويه. فأبسط شيء ممكن تروح تستنجد بأحد، ممكن تروح تستقل طيب في بيت تبعد عن حالة العنف اللي هي موجودة فيها، مع الأسف يزج بها في دار الرعاية بدون ما تكون هي مسوية أي شيء. فهذا اللي خلاني أني أدافع عن هذا الموضوع بقوة، لأني أنا كنت من يوم وأنا صغيرة، لأني أنا كمان تعرضت للعنف والاضطهاد العائلي، فكنت أتهدد كثير في دار الرعاية، فكنت أحسب دار الرعاية يعني مكان راح يحميني من أهلي، إلا أني اكتشفت في الأخير أنه مو مكان يحميني منهم، بالعكس هو مكان أسوأ منهم، بحيث أني أحمد ربي أنه العنف اللي متعرضة له أهون من العنف اللي في دار الرعاية. طيب خليني اسالك، يعني اما الناس بتسمع انا كمان تعرضت للعنف، على فكره احنا تعودنا شويه يا ساره انه التعنيف في الاسره ده شيء طبيعي، عندك ايات بتحض على الضرب، عندك ايات الولايه، عندك شريعه بتقول ان ده من حق الاب والام وكده، عندك قوانين في كل دولنا العربيه والاسلاميه معضده بقانون بيقول انه ده من حق الاب وان ان البنت والولد حتى ملكيه للاهل. لكن كلميني عن مفهومك انت لما هو كان تعنيف في حياتك، لانه الناس دايما على طول بيلقوا اللوم على المراه، يقول لك اصل يمكن هي ما كانتش، اصل يمكن هي عملت. عشان أبدأ أتكلم عن الموضوع هذا، أنت ذكرتي نقطة مهمة أن المجتمع يلوم المرأة، ليش المجتمع المرأة؟ أنا راح أتكلم عن حالتي في السعودية مثلا، تعودنا لمدة 40 سنة أنه القالب اللي تربى على المجتمع أنه المرأة هي يعني الدين مخصص للمرأة لتربية المرأة، عكس الرجل تماما يعني. فالمرأة إذا اشتكت من عنف أو اشتكت من أي ضرر ممكن يواجهها، فالمفروض تتبع الدين اللي هي تربت عليه. فإذا خالفت شيء من هذا الدين فما ينظر للمشكلة اللي هي فيها، ينظر هل خالفت الدين أم لا. هذا الكتيبة اللي موجودة عندنا إحنا هنا. مثال عشان أذكر لك، مثال عشان أبسط كمان للي يسمعوني، إذا هي مثلا كانت معنفة أو كانت، لا راح ينظرون لحجابها هل التزمت فيه ولا لا. مثلا ممكن إنها ما تصلي، ممكن أبوها يقول والله أعنفها عشان ما تصلي مثلا، أو أعنفها عشان غير محجبة، والكلام يعني متشعب بهذا، فيصدق كلام الأب لأنها ما كانت محجبة، ما كانت تصلي، ما كانت تسمع كلام أبوها وأمها. فهي تربت 40 سنة على قالب الدين مخصص للمرأة، والداعيات والدعاة المتشددين كانوا يخصصوا الفتاوى الدينية كلها مخصصة للمرأة، لدرجة أنها ممكن تتطرق لأشياء حساسة تخص المرأة، يعني حتى أحكام الحيض تدخلوا فيها. هي الحقيقة أنه برنامج المرأة المسلمة عملنا أكثر من 400 حلقة في ما يخص كل الشرائع اللي اتكلم عنها الإسلام في موضوع المرأة، ويعني
دايما إلقاء اللوم على المرأة. لكن يعني وانتي بتتكلمي كنت حاسة انه افتكرت حاجة، يعني انه لما اطلقت المرة الاولى اللي اطلق فيها الهاشتاج بتاع الشريط الابيض، ظهر بعض الشيوخ بيتكلموا عن ليه ما ينفعش انكم تطبقوا موضوع الشريط الابيض ده او انكم تتبعوا هذا الهاشتاج، لان دي حاجة الغرب، القوانين اللي ضد العنف اللي الغرب بيتبعها تخالف الشريعة الإسلامية. يعني مثلا منها قانون الضرب والتعنيف والجواز والكلام ده كله، حتى في عندما يكون في بارقة أمل، لأن الناس يكون عندها نوع من التوعية إنه هذا العنف مش صح إنه يكون ضد إنسان، يقف الشيوخ وتقف الشريعة في يعني في الطريق لده. خليني أقول لك، طيب أنتِ إيه اللي أنتِ أنتِ قلتي أنتِ نفسك ما دخلتيش دار الرعاية لكن هددتي بيها، هل ليكي صديقات دخلوا دار الرعاية؟ قبل ما أتطرق للموضوع هذا، أنت ذكرتي بالنسبة للشيوخ واللي كانوا يعارضوا الشريط الأبيض، وكانوا يعارضوا حتى تجريم العنف الأسري، كانوا يعارضوا قانون التحرش. ففي نقطة هنا مهمة، لما تسأليهم عن وضع المرأة في السعودية راح يقولوا هذا شرع هذا الشرع. في نقطة هنا مهمة، بالسعودية ما يطبق على المرأة الشرع، يطبق عليها العرف والتقاليد والعادات. بمعنى انه اذا تم الشكوى عليها مثلا هروب وتغيب وعقوق، الشكاوى هذه كلها ما لها اي سند نظامي او ماده قانونيه يسند عليها. على ايش مستندين الشرطه؟ على ايش مستندين القضاه في الحكم على المراه هذه التهم الكيديه؟ على العرف. طيب مثلا خلينا نشوف انتهاء محكوميتها من السجن. طيب انتهت محكوميتها المفروض تطلع، ليش هي جالسه؟ علشان العرف. فما يطبق ضد المرأة في السعودية عرف وليس شرع، الشرع مخصص تطبيقه للرجال أو من يعز على المتشددين، خاصة أنه هم اوكي well, شوفي في خلط كبير بين العرف والشرع، وانه الاساس في هذا الموضوع هي فكره القوامه. مو بشرع، الشرع يمكن يطبق بأشياء بس مو كلها، لكن اللي يطبق فعلا العرف. وإذا الشرع تطبق في هذه الحالة فيطبق الأشد، يعني ما يطبق الشيء اللي يدخل في العقل، لا يطبق الشيء نعم. الشديد، يعني رأي فقهي متشدد هذا هو اللي يتم تطبيقه. أما بالنسبة لسؤالك أنه كنت تهدد، أنا شفت في واحدة حكم عليها في دار الرعاية، أو أنا ما راح أدخل في التفاصيل حتى ما يتغير محور الموضوع. طبعا أنا تحولت قضيتي ضد الأب يوم كان عمري 13 سنة للمحكمة الجزائية، المحكمة المستعجلة وقتها، لأنه بالسعودية قبل ما يتطور النظام العدلي والمحاكم عندنا، فكانت الجزائية تسمى المستعجلة. فكان في واحدة اسمها الجوهرة، ما راح أذكر اسم العائلة، كان عمرها 15 سنة. أنا والجوهرة رحنا لنفس القاضي، فالجوهرة انحكم عليها في دار الرعاية. إيش سبب أبوها؟ ما كان في تفصيل، لكن كان السبب أبوها. سألت الموظف طيب متى راح تطلع؟ قال لي هذه ما فيها ما تطلع، اللي تنحكم بقضايا مثل كذا وتروح مكان مثل هذا ما تطلع منه، ما تشوف الشمس. قال ما تشوف الشمس. أنا لما قال لي ما تشوف الشمس والبنت عمرها 15 سنة، أنا قلت أي ذنب؟ لا، ومحكوم عليها بالجلد كمان، مو بالسجن بس، في دار عمرها 15 سنة، الجلد كمان. فأنا حولت قضيتي للمحكمة العامة، لكن هي انحكم عليها. خليني أقول بعض الشروط اللي بيقولوا إنها لازم تتوفر في الفتاة اللي تدخل دار الرعاية. الناس وهي بتسمع من بره كده دار الرعاية يقول لك ده دار الرعاية دي فيها حماية، وبيسموها دار الحماية كمان، مش بقتش دار الرعاية بس. إيه الشروط اللي بتحطتها الوزارة عشان البنت تكون في دار الرعاية؟ بيقول إن أول شرط إنها تكون خارجة عن سلطة أبيها أو ولي أمرها، أول شرط. فده الحاجة الأولانية اللي بتدخل البنات. إيه؟ أو إنها تكون مشردة وملهاش مأوى. طبعا دي حاجة واسعة جدا، يعني تكون مطرودة من بيت جوزها، من ما عندها أو من بيت أهلها، مهددة بالانحراف بسبب اضطراب أسرتها. يعني
أنا درست حقوق لفترة كده، فيعني أو درست قانون لفترة، ما فيش حاجة اسمها كده في أي قانون في الدنيا، يعني إنه يعني ال بيقولوا عليه إيه، العنوان واسع قوي، مهددة يمكن عشان اضطراب سلوك أخلاقي، يعني ما فيش حاجة في القانون اسمها كده. انت شوفي، انت لاحظي انه ما في عقاب، ما ذكر اي عقاب للمعنفين اللي متسببين بدخول الفتاة لدار الرعاية. مثاله اذا كانت هي ضحية اضطهاد او عنف اسري او مهددة بسبب الجو المضطرب في عائلتها، طب ليش ما تتعاقب عائلتها مثلا؟ ليش تتعاقب هي بس نعم لكن عائلتها لا تتعاقب؟ خليني اقول لك هنا مثال جديد، يعني ما هي قصة قديمة، يا لا إذا هاشتاج حنين ترخى وجه السعد. هذه حنين 19 سنة تعرضت للاغتصاب من أخوها وعمره 9 سنوات. طيب اشتكت على أخوها، أمها رفعت عليها دعوى عقوق عشان تجبرها تتنازل عن أخوها. وين راحت البنت دار الرعاية؟ قالوا لها عشان تطلع لازم تتزوج، والبنت عمرها 14 سنة، عشان تطلع لازم تتزوج. هذه مصيبة. وما في عقوبة للأم اللي متستر على أفعال الأخ ضد أخته، أو ما في عقوبة للأخ حتى، ليش الأخ ما تعاقب حتى لا انسجن ولا صار له شيء مع إنه في شكوى ضده؟ وإذا انسجن ليش البنت راحت لدار الرعاية تسبب شكوى عقوق قيدية من الأم؟ نعم نعم طبعا التفاصيل كتيرة في الموضوع ده، لكن في النهاية دايما تلاقي ان البنت هي اللي دخلت دار الرعاية، يعني حتى لو في بعض يعني الشيء من العقوبة على الراجل، زي ما قلنا الراجل بيخرج وهي بتفضل. نقطة تانية مكتوبة انه من فيه ويتم الاحتفال فيه وجمع دية له وقطة، يعني يصير فيه عزيمة اليوم اللي يطلع منه السجن للرجال، أي سواء كان قاتل سارق أيا يكن، نعم يتم الاحتفال به، ويكون حتى يكون متزوج وهو مخلف وهو في السجن. في نقطة تانية لفتت نظري، إنه السن اللي بيسمح فيه لدخول البنات لدار الرعاية من سن 7 إلى سن 30، اللي بعد 30 بقى بيدخلوهم السجن، لكن الناس اللي موجودين حقيقيا في دور الرعاية، في منهم يعني سمعت واحدة بتتكلم عن خبرتها، بتقول انه يعني في عجزة لانهم بقالهم سنين موجودين في الدار، مش عارفين يودوهم فين. اللي أقوله في هنا في إشكالية، دور الرعاية موضوعها جدا غامض ومريب. أنا أرسلت لك صور البناء دار الرعاية، أشكال البناء لدور الرعاية، يعني في دعم من الدولة مقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية، لأن دور الرعاية تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية. الأموال وين؟ في شبهة استغلال المال العام هنا. الشيء الثاني إنه البنات تحت سن 30 قاعدين في الدار، وفي واللي منبوذة من أهلها يتم تزويجها قسرا، مثل ما ذكرت أحد الموظفات السابقات في دور الرعاية. طيب هنا في شبهة الاتجار بالبشر، ليش؟ لأنها لما تتزوج ويتم تطليقها من قبل زوجها، يتم التبليغ دار الرعاية إنه تم تطليقها. طيب فترجع البنت مرة ثانية للسجن، وعلشان تطلع لازم تتزوج مرة ثانية. هذا الشيء فعلا كارثي أعتبره، خاصة طيب إنه عفوا منك، خاصة إنه خلود برعيدة كانت نزيلة سابقة في دور الرعاية، نعم وكتب حيال الموضوع هذا وشاركت فيه في اليوتيوب، وذكرت إنها كانت تشوف بنات يرجعوا حوامل. طيب ليش؟ ليش البنت لا تؤهل؟ وفي نقطة مهمة، إنه دور الرعاية نفسه مو مركز تأهيلي، نعم مركز عقاب فقط، يعني ما في أنشطة، ما في برامج تأهيلية تساعد الفتاة إنها تتأهل وتأهل نفسها وتدمج في المجتمع. ليش؟ ليش البرامج هذه موفرة للرجال ولإصلاحية الأحداث للذكور، بينما الإناث لا توجد لهم البرامج؟ البرنامج الوحيد اللي متوفر لهم اللي هو الترتيب للزواج، بس هذا. أما إذا في نشاط، أنا مثل ما ذكرت في الفيديو، نشاط تنظيف بس. نعم
طيب خليني يعني اخد وقفة هنا، عايزة احط جزء من الفيديو اللي انتي عملتيه بتشرحي في ايه هو الشريط الابيض. الفيديو ده هيكون موجود على صفحتنا في المرأة المسلمة، بس كمان يعني في الفيديو تقريبا 8 دقايق، انا احط لكم جزء منه، لكن اشجعكم انكم كلكم تدخلوا وتشوفوا ايه القصة وازاي تقدروا تساعدون. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي، تفضلوا. ما هو الشريط الأبيض؟ ما هي حملة الشريط الأبيض؟ من هم فتيات دور الرعاية؟ فتيات دور الرعاية من الفئة التي تم تهميشها. دور الرعاية نفسها لم تكن مركز تأهيلي لدمج هؤلاء الفتيات في المجتمع ولتأهيلهم. لما نيجي نتكلم عن فتيات دور الرعاية، أول شيء يطلع في بالنا فتاة منبوذة من أهلها، فتاة عصت ولي أمرها، فتاة تنتظر بعد انتهاء محكوميتها إنه يجي ولي أمرها يستلمها. ولي أمرها في هذه الحالة ما رح يجي يستلمها أغلب الأحيان، وأغلب الحالات رح يرفض استلامها. هنا قرر ولي أمرها أنها تقعد طول حياتها في سجن دور الرعاية، محرومة من أنها تكمل تعليمها، محرومة من أنها توكل محامي، محرومة من أي نشاط سواء كان ترفيهي أو حتى تعليمي، محرومة من تنمية قدراتها سواء حتى تتأهل لسوق العمل أو حتى تعتمد على نفسها. النشاط الوحيد اللي يمكن نسميه النشاط في دور الرعاية هو التنظيف والتأهيل، الوحيد اللي ممكن نسميه تأهيل. هذا إذا كان تأهيل، لا يوجد تأهيل مع الأسف، بل يوجد عقاب، حبس انفرادي لمدة تزيد عن 20 يوم أو جلد، والجلد يتم كل يوم خميس، يصل أحيانا لعشرين جلدة أو أكثر في حالة إن السجينة حاولت الانتحار. حملة الشريط الأبيض تطالب أنه يتم دعم فتيات دور الرعاية ويتم دعم استقلاليتهم، إذ أنه من غير المعقول أنه الشرط الوحيد لخروج فتاة دار الرعاية بعد أن تم نبذها من ولي أمرها اللي ما عاد أدرى بأمرها أنها تتزوج. يعني الفيديو ممتاز، بشكرك على إصدارك الفيديو ده ووقفتك مع بنات بلدك، لكن خليني أقول إنه في مقال مكتوب عن موضوع دور الرعاية بيؤكد الكلام اللي أنت بتقولي، إنه السبب الأول في دخول البنات دول هو تعنيف الأهل، بالضبط. وإنه المعنف هو اللي بتنتظره البنت دي علشان خاطر يجي يطلعها. في قصة قرأتها الحقيقة أخت سارة، وأنا حابة إن أنا أشاركها مع المشاهدين سريعا جدا. بنت دخلت يعني كلية الطب، سمح ليها إنها تدخل كلية الطب، وهي في المدرسة بعض البنات يعني علموها إنها تتكلم مع شباب، كانت منغلقة جدا، بتحب أهلها جدا، محبوبة في وسط عائلتها جدا، ما كانش عندها فكرة عن أي عالم خارجي. ففي يوم خرجت اتكلمت مع شاب، والشاب ده سبب لها يعني خدعها، ولكن حتى يعني لم يقم علاقة معها ولا أي حاجة، لكن قبض عليها وهي معاه قاعدين قعدة عادية، مش كده؟ حلوة. وبعدين طبعا اخذوها على البوليس، انا هتكلم بقى باللغه اللي اعرفها، يعني اخذوها على المغفر، وحكم عليها بسنه ومش عارفه 90 جلده ولا حاجه زي كده. البنت يعني ندمت جدا على اللي حصل، اهلها رفضوها بالكامل، امها جات المغفر وضربتها ضرب مبرح جدا وقالت لها انتي متي خلاص، انا مش عايزه منك حاجه، ما اعرفكيش. وفعلا لمده سنه امها ولا اهلها ولا اي حد يعني قرب منها. المدهش بقى في القصه، وانا وده هيبقى يعني سؤالي ليك يا ساره، انه
في الشهر العاشر أو الحداشر جت المراقبة وقالت لها أنت عندك تحقيق. فقالت لها ليه تحقيق؟ قالت لها أنت اتمسكتي في مكان بيحصل فيه دعارة، فإحنا لازم نحقق معاكي تاني. فحققوا معاها تاني وادوها مش عارف 6 شهور تاني ولا سنة تاني حاجة زي كده. وبعدين في آخر المدة وجلد آخر، في آخر المدة عملوا معاها تحقيق تاني وادوها إلى يعني تقريبا 6 سنين، قضت 6 سنين في المكان ده. في خلال ال6 سنين كل مرة يحاولوا يتصلوا بأهلها الأهل يرفضوا ياخدوها، لحد ما الأم اضطرت إنها تاخدها. عملوا لها يعني معرفش إزاي ده حصل، لكن الأم عملتها بطريقة وكأنها خدامة في البيت، لدرجة إنه من كتر التعذيب اللي تعذبته في بيت أهلها قالت أروح دار الرعاية تاني أحسن. ووقفت قصتها عند الحكايه دي، لانه انا ما اعرفش رجعوها دار الرعايه ولا لا. لكن عجيب جدا انه دار الرعايه نفسها هي اللي بتعيد التحقيق مع البنات. هل انت شايفه انه، هل سمعتي بالحكايه دي قبل كده؟ الموضوع هذا موجود ويتم بمعونة الهيئة، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي صلاحية لهم بذلك، حتى هم اللي آرائهم هي المتحكمة في الدار. يعني إذا انجلدت البنت لابد من حضور عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا تم التحقيق مع البنت لازم يكون عضو الهيئة موجود، بحجة يعني إنه علشان عضو في الهيئة فهو يمثل يعني المحرم للفتاة هذا من الوقوع بالخطأ يعني أثناء التحقيق. فهم إيش يسووا هناك في دار الرعاية؟ الأشياء المفروض تسويها النيابة والشرطة، هم دار الرعاية من عندهم يسووها، يعني يفتشوا مثلا ممكن تكون تكلمت هي مع واحدة من البنات فتم تسليط الضوء عليها، فيصير هنا إعادة تحقيق مرة ثانية مثلا، أو إنها تتلبس قضية هي ما سوتها، البنت تكون بريئة لكن تتلبس القضية. ليش؟ لأنهم عارفين إن أهلها نابذينها. ففي هنا نقطة مرة مهمة، في دار الرعاية اللي يعرفون إن أهلها نابذينها يسووا فيها أي شيء، يقدروا يسووا فيها أي شيء، يزوجوها، يلبسونها تهم، والأشياء المفروض يعني تشرف عليها وزارة الداخلية أو وزارة العدل، لا يعني الجهة المسؤولة هناك تكون غالبا الهيئة. ومع الأسف الشديد الهيئة يعني أنا إيش أقول لك، يعني العصر الحجري، العصر الحجري أي شيء يعني يتعلق ضد المرأة، ضد المرأة هم هناك مع الأسف الشديد يعني يرجعوا البنات لما قبل العصر الحجري. طيب هو الموضوع مرتبط بالعار والشرف، ويعني على كل الأحوال البنت هي اللي تتحمل شرف العيلة كلها، حتى لو ومن البداية هذا اللي ذكرته نعم في البداية، الدين نعم كله المرأة، الدين مخصص للمرأة فقط غير الرجل، وإذا جاء وقت العقوبة أو جاء وقت الحكم يطبق عليها مو بالدين، يطبق عليها العرف، نعم لكن الشرع يطبق عليه الشرع ما يطبق عليه العرف. فأنا لما هنا ذكرت أنت النقطة المهمة هذه، إعادة تحقيق وإعادة تلبيس التهم مرة ثانية، هنا في مشكلة كارثية، بمعنى ان البنت لما يتحقق معاها وتشرف على الموضوع هذا كله جهاز هيئة الامر بالمعروف المفروض تشرف عليه نيابة عامة وتشرف عليه على الاقل وزارة العدل، هنا الهيئة نفسهم لما يرجعوا التحقيقات ضد الفتيات يحرصوا انه كله جلد، ويحرصوا انه ما يكون لهم حق توكيل محامي. يعني مثلا رجع التحقيق ضدها ممنوع توكل محامي على فكره، وممنوع حتى تتصل باحد، يعني تتصل تطلب المعونه لاحد انه في اعاده تحقيق، في اعاده تلبيس قضيه انا مالي داخل فيها، لا ما يحق لها مع الاسف الشديد، طالما هو لانه في القضاء السعودي رجال الهيئه مصدقين، حتى لو قالوا كلام فيه كذب لا مصدقين، هذول الهيئه ما راح يكذبوا، راح يتم تصديقهم، ومن حقهم انه يعني يطلبوا الجلد، يعني ممكن تنجلد البنت حتى لو ما عليها حكم راح تنجلد، لكن بالغالب انه يكون في جلد، وبغالب انه يكون الجلد مضاعف، يعني القاضي حكم 90 جلدة لا تنجلد 200 جلدة. نعم.
خليني أقول هنا أنه يعني إحنا أنت قلت أنه الدين مخصص للمرأة فقط. عارفة أنا كأم يا سارة بفكر في رحمة الله بينا، هو اللي علمنا إزاي نكون عندنا رأفة وعندنا رحمة بمحبته. علشان كده أنا اتكلمت في موضوع الأستاذ أحمد حرقان النهاردة. أنا كأم أما أفكر إنه بنتي بتعمل حاجة غلط، الغلط هو اللي يفصل بيني وبينها، وإذا كان ده فعلا هيحصل هيكون مركز الموضوع كله أنا، كرامتي أنا، شخصي أنا، أهميتي أنا، مش هي. لكن الله بينظر لينا بطريقة مختلفة تماما. الله عايز يعطينا حياة، هو مش محتاج مننا حاجة، هو عايز يصلحنا إحنا، يغيرنا إحنا، يدينا فرصة للغفران وبيصبر علينا إحنا. علشان كده من الصعب إنه يعني اللي يعرف المسيح يعرف إنه هناك غفران ممتد دائما أمام الإنسان. أنا شايفة إنه التعامل مع بنات دور الرعاية في السعودية ليس في طريق للغفران أبدا، ليس في طريق للتوبة، ولكن في طريق للعقاب، عقاب دائم للمرأة. نعم، نبذ المرأة من المجتمع، عقاب المرأة. في نقطة هنا في كتاب، يعني حابة أذكر أنه أول من لفت نظر المسؤولين، مع الأسف تم تجاهل المشكلة هذه، أنه لفت نظر المسؤولين لمشكلة فتيات دور الرعاية هو الكاتب الدكتور ناصر الزهراني، قدم كتاب اسمه لموع ودموع. فهذا الكتاب نفسه ذكر قضايا فتيات دور الرعاية، أنا ما عندي غلاف الكتاب نفسه لكن طبعته، فذكر بالكتاب هذا اللي شافه من كوارث دار الرعاية، وذكر إنه دار الرعاية نفسها مركز عقاب، وذكر نقطة مهمة إنه خطأ الفتاة لا يغتفر، بينما خطأ الشاب بالعكس يتم الغفران له، ان المؤسسات والمجتمع نفسه جاهز لغلطة الرجال ويسامحوا عليها، لكن البنت اذا غلطت حتى لو هفوة صغيرة. انت قلتي مشكلة البنت اللي مسكوها في خلوة اتدمرت حياتها تماما، بينما الرجال سوى ألعن من كذا، افظع من كذا، بالعكس هي كلها سنتين ويطلع. عندنا في حال الغامدي اللي قالوا انه مغتصب بنت ولما وعمرها 5 سنوات وعذبها وقتل، بعد 8 أو 6 سنوات طلع وكل اللي سواه شيء بسيط، لحية وداعية وجلس يطلع بالتلفزيون وقصر ثوب. طيب، طب هذا يرجعني، انت عارفة هذا يرجعني لمين؟ علي شريعتي اللي قال انه اني انا اشفق على الفتاة لانها ما تقدر تربي لحية علشان تمحو الغلط، لكن الرجال مش معنى كل اللي محتاج اللحية علشان يغطي على أغلاطه أو على جريمته، لأن المجتمع مجهز نفسه، وهذه غلطة الدعاة والدعاة اللي مجهزين المجتمع دائما أن الرجال جاهز للغلط، الرجال لازم نسامحه على الغلط، لكن البنت لا. دي حاجة موجودة في الثقافات الإسلامية كلها وفي المجتمعات الإسلامية كلها. إحنا قصة الغامدي احنا عملنا عليها حلقتين في برنامج المرأة المسلمة، وحطينا الذرائع الإسلامية اللي في الشريعة اللي أعطته هذا الحق. لا نستطيع ان احنا ننكر ده. اذا كنا عايزين نصلح الغلط لازم نصلحه من الأساس. انا عندي يمكن حتى بحطها على تويتر حكاية على الأصل دور. دائما هناك أصل للشر يجب ان ينتزع من المجتمعات الإسلامية. خليني أروح لنقطة تانية. أنت شايفة إزاي يمكن إصلاح يعني حال بنات دور الرعاية؟ أنت يعني بتتكلمي عن، حتى خلينا نشوف صور مباني دور الرعاية. أنت بعت لنا صور عن مباني دور الرعاية ودور دور الدولة وإيه اللي بيقولوه على الصفحات الميديا وإيه الحقيقة اللي بتعيشها البنات. خلينا نشوف الصور دي. ده مبنى، شايفين دي المباني اللي بيعيشوا فيها البنات، والمقابل ليها بقى
المبنى اللي هو لتقويم الإرهابيين، حضرتك قلتي عليه لمناصحة الإرهابيين. لمناصحة الإرهابيين. يعني إيه مناصحة الإرهابيين دي بقى؟ عشان يا ريت تشرحيها لنا. يعني أنا عايزة أفهم بس، يعني نصحوه إزاي؟ شر البلية ما يضحك يقولوا. طيب يا أنا أتمنى إنه يتم معاملة فتيات دور الرعاية كمعاملة الإرهابيين صراحة. يعني أنت شايف الوضع اللي وصلنا له، نعم إنه الإرهابي يفجر، يفخخ، يقتل، يسوي اللي الجرائم، لكن نعم يتم مناصحته والطبطبة عليه. طيب وين يروح الإرهابي؟ يروح سجن حاير. أنا أنصح أي بنت معنفة تعرض قصتها علشان ما ينتهي فيها الحال لدار الرعاية إنها تنتقد شوية بالسياسة، عشان تروح سجن الحاير. على الأقل هناك راح تتعامل معاملة راقية ويتم مناصحتها مثل ما يتم مناصحة الإرهابيين. لكن أنت ما أنت شايفة الإرهابيين، شفت المبنى للإرهابيين كيف عامل، يعني أنيق ومرتب، بينما شوفي مباني دار الرعاية المتهالكة كيف شكلها. نعم وفي نقطة مهمة، شوفي النوافذ لمركز مناصحة الإرهابيين يسمح لهم حتى بالموسيقى، مع إنهم شيوخ ولحية لا، ما من انتوا خلاص الإرهابيين. بقى يعني ربنا فتح عليكم وبقى عندكم كونسرتس وحاجات يعني، فدلوقتي موسيقى كمان وسينمات، ف لا اشمعنى الشيوخ لا يعني. خارج، أنا أتكلم الحين، أنا كلامي كله على المركز المناصحة هذا. نعم المفروض يكون المركز اللي أنت شايفاه هذا المفروض يكون للبنات، مو للإرهابيين. الإرهابيين يكون مكانهم مكان ثاني ويتم معاقبتهم، مو يتم مناصحتهم والطبطبة عليهم. بينما ضحايا العنف اللي بنات دار الرعاية المفروض ما يتم الزج بهم في دار أسوأ ما يكون، ويتم معاقبتهم بسبب ذنبهم الوحيد إنهم إناث. بينما شوفي النقطة اللي حبيت أتكلم عليها اللي هي النوافذ، شوفي نوافذ مركز مناصحة الإرهابيين، وشوفي نوافذ دور الرعاية كيف، حتى الشمس ما تدخل الدار. أنا ذكرني هذا بالقضية القديمة إنه قال إنها ما تشوف الشمس، كان صادق، ما تشوف البنت، ما تشوف الشمس حتى تطلع تشم هوا ما تقدر. لكن النقطة الأساسية الدفاع المدني هنا كيف مو قادر يعترض على الاشتراطات، لأنه من اشتراطات الدفاع المدني على الأقل تكون النوافذ مفتوحة، هذا إذا كان فعلا دار رعاية. لكن اللي واضح لي إنه سجن أكثر من إنه دار. بس شوف السجن في مركز مناصحة الإرهابيين كيف، يعني الإرهابي يتعامل معاملة إنسانية، بينما ضحيات العنف والبنات اللي انتهى فيهم الحال بدار الرعاية يتم معاملتهم أسوأ من الحيوانات. هذا اللي أقوله. احنا اتكلمنا قبل الحلقة عن انواع دور الرعاية الموجودة في العالم الاسلامي. في حلقات كتيرة في برنامج المرأة المسلمة انا اتكلمت عن دور الرعاية والاماكن اللي بيودع فيها البنات المتهمين في جرائم شرف وكلام وامور زي كده، مثلا في الاردن او يعني العديد من الدول العربية الاخرى. لكن حتى نتكلم على دور الرعاية، الاصلاحيات في مصر يقولوا عليها اصلاحية. في الإصلاحيات دي نقطة مهمة أوي عايزاكم تنتبهوا ليها. في الإصلاحيات دي مثلا في مصر تلاقي إن جرائم البنات دول موجودين علشان هم مثلا قتلوا، سرقوا، ذبحوا حد، غزوا حد بمطوة، يعني عملوا، بيبيعوا مخدرات، بيتعاطوا مخدرات، جرائم، يعني جريمة في حق المجتمع وفي حق نفسها. لكن ما تلاقيش أبدا واحدة داخلة عشان ما بتصليش، ولا علشان اختارت إنها تترك الإسلام، أو علشان ملحدة، أو بس دول بيتقتلوا يعني عادة غالبا يعني. الكلام ده مش موجود في المجتمعات الإسلامية، لكن في السعودية تجد إنه البنات بيدخلوا لأنهم يعني عاقين للأهل. النقطة الأهم في الموضوع ده إنه ليس هناك دار رعاية في الدول الإسلامية تعلم معنى الرعاية أو تطبق معنى الرعاية ولا يفهموا معنى التأهيل بالمرة. لا، مفهوم التأهيل هنا بالسعودية في إصلاحية أحداث للأولاد،
اللي هم القصر المرتكبين الجناح، لكن بالنسبة للفتيات لا يوجد أي إصلاحية أحداث للفتيات لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، في برامج إصلاحية وتأهيلية نعم. لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. لكن أنت قلتي نقطة مهمة، أن البنات مثلا يمكن في مصر بيروحوا إصلاحية الأحداث علشان في جرائم. السعودية مثلا دار الرعاية مخصص سواء ارتكب الجريمة أو ما ارتكب الجريمة. أنا هنا ما راح أتكلم باللي ارتكب الجريمة، لكن هنا راح أتكلم عن اللي ما ارتكبوا جريمة. في نقطة، بما أنك ذكرتي بلاغ العقوق، بلاغ العقوق هذا يقدر يقدمه الأب والأم حتى بدون أي أدلة، وبسببه يتم ابتزاز العديد من البنات والأبناء بعد، مو بس البنات لكن بسبب بنسبة أكبر يتم استخدامها ضد البنات. ومع الأسف القضاة عندنا ان الاب مصدق، حتى لو ما في ادله الاب مصدق، والاب مصدق في ابنه وليس الابن مصدق في ابنه. هذا هو العرف عند القضاة لما تجيهم قضيه عقوق. الاشكاليه هنا ايش؟ انه الولد لما يدافع عن نفسه ويذكر حاله العنف وحاله الاضطهاد اللي كان مسببها له ابوه، ما يتم الاعتراف فيها، يقول مهما ابوك مهما سوى فيك لازم تصبر. طب اذا صار طيب اذا انقتل، لا لازم تصبر. كيف اللي حابه اذكره هنا انه في، يعني انا جالسه افكر بالعقوق هذا، تهمه العقوق هذه، لانه تخيلوا لو ابراهيم عليه السلام لو انه موجود في عصرنا الحالي، طيب ودخل النار، طيب وطلع من النار وراح ابوه اشتكى عقوق، القاضي راح يحكم على ابراهيم عليه السلام انه يرجع النار مره ثانيه. علشان اختصر لكم ايش معناته عقوق عندنا بالسعوديه، لانهم هم، انا في حالتي مثلا الاب مثبت عليه دعوى الاعتداء، مثبت عليه دعوى التحرش، والام مثبت عليها قضايا العنف في دار الحمايه، ومع الاسف ما صار ليهم اي شيء. كذا بكل بساطه قاموا علي دعوى عقوق وتم تصديقهم هم، ما تم تصديقي انا. فهذا هو وضع العقوق عندنا، تهمه بدون دليل ويكفي تقديمها، يعني ما فيها أي سند ولا أي مادة قانونية. وفي نقطة مهمة هنا، إنه تهمة العقوق هذه من عهد الأمير نايف، في تعميم للأمير نايف إنه العقوق علشان يتم التنازل عنها من قبل الأهل، لازم الأهل هم اللي يتنازلون، يعني لأنها تقدم بدون إثبات دليل مقنع. طيب شرطي علشان يخلي السبيل البنت او الولد اللي متهمين بقضية عقوق، لازم يجي الاب او الام ويتنازلوا. اذا ما تنازلوا راح تتحول القضية للمحكمة وراح يتم الحكم فيها غالبا سجن وجلد ومنع من السفر. طيب معلش خليكي معايا دقيقة واحدة، سارة معانا مكالمة. الأخ أحمد، أهلا بيك يا أحمد، اتفضل. سلام ونعمة المسيح أخت أماني. سلام ونعمة أخوي، أهلا بيك، تفضل. لك وضيفتك الكريمة، زمان ما سامع صوتك. الرب يبارككم، والحلقة شدتني حقيقة. كل اللي تتفضل به الأخت الناشطة هو شيء جميل جدا ورائع جدا. لكن طلبي أنه نصل ونخلي إيدينا على السبب والمشكلة الرئيسية في كل اللي دمر به إحنا كشباب وناصرين إلى المرأة الشرقية. المرأة في العالم الغربي ما أخذ حقوقها بالقانون، والقانون ده يحمي المرأة سواء في أمريكا أو في أوروبا أو في البلدان المتطورة، بلدان الكفر، بلدان الغرب. لكن في بلداننا الشرقية هناك اضطهاد كبير. ما هو سبب هذا الاضطهاد؟ أنا في قناعتي أحمد، وولدت في عائلة مسلمة، اليوم السبب هو تعاليم القرآن وما بناه محمد نبي الإسلام. من أجي أتذكر من قصص كثيرة لمحمد، من زينب بنت جحش أو صفية أو أي شخصية كانت في ضمن حياة محمد، من اضطهدت هذه المرأة وعوملت بمعاملة الحيوان. أنا متأسف لكن هذه الحقيقة. يا خلينا نبقى حساسين في الكلام، بس أنا بشكرك يا أحمد لأنك أنت قلت كلام إحنا بنقوله على برنامج المرأة المسلمة دائما. أكيد. لكن النهاردة أنا يعني ضيفتي بتتكلم بما في قلبها، فأنا مش هحرجها إنها ترد على هذه الأمور ولن أكيد. نتطرق ليها، لكن بشكرك على مشاركتك وربنا يباركك يا أحمد، أسعدني اتصالك اليوم. أشكرك أختي، شكرا. أشكرك يا أحمد.
أمين. طيب سارة، الكثير من الناس هتبص على أنه إحنا النهاردة اتنين واقفين، اتنين ستات واقفين في موقعين مختلفين تماما من بعض. حضرتك من خلفية إسلامية، أنا من خلفية إسلامية لكني أؤمن بالمسيح، أعلم تماما ودرست جيدا الدين الإسلامي، لكن اجتماعنا النهاردة مش علشان أن إحنا نهاجم، ولكن علشان نبني. وليكي الحرية الكاملة انك تعبري عن رايك. انت قلتي مثلا قصه دلوقتي انا بختلف معاكي فيها، لكن مش هصلح لك. انت يعني اتكلمي بقناعاتك. النهارده قصتنا هم البنات المحبوسين في دور الرعايه، نعمل معهم ايه؟ نعمل معهم ايه؟ كيف نؤهب المجتمع لده؟ وسؤالي الثاني عايزاكي تربطي الاثنين ببعض. النهاردة التغييرات اللي حصلة في السعودية الكبيرة اللي حصلة في السعودية، ومن ضمنها موضوع الولاية والتغيير الكبير في موضوع الولاية، إزاي ده أثر بقى على دور الرعاية؟ أثر ولا ما أثرش؟ أنتي قولي لنا تعرفي إيه عن الموضوع ده. أنا قبل ما راح أجاوبك راح يكون علي في تعليق بسيط على مداخلة الأخ أحمد. تفضل. اختصارا بغض النظر سواء دين او مو دين، المجتمعات العربيه عموما تعاني من ضعف القوانين فيما يتعلق بحمايه المراه والطفل عموما من العنف. هذا الموضوع عندنا بالسعوديه سواء تكلمنا بالدين او بخلافه، ما عندنا تجريم للعنف الاسري. مزبوط. هذا واضح. عندنا حمايه من الايذاء لكن ضعيف، كل بنوده ضعيفه وغير يعني منفذه على ارض الواقع. وفي شيء مهم جدا انه وزاره العدل وزاره الداخليه لابد انه يجرم العنف عندها. يعني اعطيك مثال، الحين البنت المعنفه اتصلت بالدوريه قالت لهم تعالوا انا بحاله عنف، انا ابوي يضربني، انا اخوي يهددني بالقتل. اللي هو الدوريه بيقولوا لها اطلعي لنا، ما راح تطلع، احنا ما نقدر ندخل البيت. طيب هم ليش ما يقدروا يدخلوا البيت؟ لانهم ما عندهم صلاحيه انهم ينقذوا الحاله المعنفه. لان الابن والابنه ملكيه للاب حسب الشرع. لا نستطيع ان احنا نغير ده. مطبق عندهم. نعم تفضلي. يعني انا اتكلم مع هم يقولوا انت ومالك لابنك بناء على هذا الحديث. بنى كل شيء. بالنسبة لوزارة العدل، القضاة هنا مو مدركين تماما لمشكلة التعنيف، مدركين بس لآية وبالوالدين الإحسانة، وعلى هذه الآية راح يبنوا أشياء كثيرة، منها إقراء تقرير مصير الابن والبنت اللي مقام عليهم دعوى عقوق. وإقرار العقوبة هنا اللي أنا ذكرتها مسبقا. فمشكلة القضاء عندنا أنه غير مدرك لكارثة العنف. ومشكلة الوزارة هنا بالداخلية أنه العنف مو مجرم عندها أبدا. عندهم بس حتى التعميمات بالنسبة للعقوق والتغيب والهروب عندهم. فهذه هي إشكالية نعاني منها. أما بالنسبة لسؤالك إيش نقدر نسوي لفتيات دور الرعاية، مشكلة فتيات دور الرعاية يعني في لفت نظر لها من بداية العشرينات الهجرية، يعني 1421 أو 22. فمع الأسف ما كان في، يعني كيف أقول لك، ما كان في تصرف أو رد مناسب ينتشل وضع الكارثة لفتيات دور الرعاية. أو على الأقل يتم تغيير الوضع السائد في هذه الدور، انه يتم تأهيل الفتيات على الاقل، او يتم انشاء اصلاحية احداث للفتيات القصر، والسجن لمن بلغت 21 سنة تروح للسجن، او على الاقل 25 سنة. طيب سارة، انا بس عايزة انبهك انه فاضل لنا دقيقتين، فيعني ياريت تقولي رسالة اخيرة وازاي الناس تساعد. الناس تساعد. هو الحين احنا رمزنا للقضية بالشريط الابيض. المطلوب اننا نوضع الشريط الابيض لانه اصلا رمزيته هو القضاء على العنف ضد المرأة. في عنف يمارس ضد فتيات دور الرعاية. واجبنا هنا نرسل صوتنا للمسؤول، لانه خلال العشر سنوات ما تم اتخاذ اي اجراء لانقاذ فتيات دور الرعاية، او حتى لدعمهم، أو حتى لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. فرسالتنا هنا أننا ندعمهم
ما قدرنا على الأقل بشريطة بيضة للفت نظر المسؤول لهذه المشكلة الكارثية حتى يوضع حد وإنهاء معاناة هؤلاء الفتيات اللواتي لا صوت، ما في أحد يوصل صوتهم، دائما يتم نبذهم، دائما يتم تجاهلهم فقط لأنهم بنات منبوذين من أهليهم. لا، هذولا بنات بشر مثلنا، محتاجين وقفة منا، محتاجين أنه أحد يوقف في صفهم، على الأقل يكون مسؤولين، أو على الأقل نسمع إمام الحرم في مكة يدعيهم على الأقل، وهنا يمكن يتحرك المجتمع ويتحرك المسؤول. أمين. خليني أصلي من أجل الأمر المهم اللي أنت بتقومي بيها ومن أجل بنات دار الرعاية. يا رب إحنا بنلجأ ليك، بنقولك يا رب أنه أنت ترى داخل قلوب هؤلاء البنات، أنت ترى داخل حياتهم، أنت ترى داخل قلوب الناس اللي بيقوموا بالشر ضدهم وبإلامهم يا رب. فإحنا بنسألك أنك أنت تغير أحوالهم وتعطيهم سلام وتظهر في حياتهم وتعطيهم يا رب حرية، وتغير يا رب القوانين المكحفة ضد المرأة في العالم كله. نسألك يا رب أنك تكون أنت تعزيتهم، وأنك تأتي بصلاحك وبخلاصك على السعودية وعلى البنات المتألمات الآن في دور الرعاية يا رب. بنسألك يا رب أنك تبارك الأخت سارة، وبنشكرك من أجل بركتك في حياتها، وأنك يعني بتعضدها وبتؤيدها، وبنشكرك يا رب أنك أنت تعضد العمل اللي يبارك الآخرين. إن لم يكن الإيمان له ثمار أعمال صالحة في حياتنا بيكون إيمان ميت. أشكرك يا رب، احميها في اسم يسوع، ليك كل المجد والكرامة. أشكرك يا سارة وربنا يباركك حبيبتي. أشكرك وشكرا للاستضافة وشكرا لصلواتك لفتيات دور الرعاية، وأتمنى إمات الإمامة في كل المساجد في السعودية على الأقل يصلون لفتيات دور الرعاية، ويعني يدعو المسؤول لاتخاذ إجراءات تضع حد لمعاناة فتيات دور الرعاية. أمين يا حبيبتي، أشكرك مرة تانية وإلى اللقاء. طيب شكرا. أحبائي، الكتاب بيقول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. النهاردة كان موضوعنا خاص بناس ضعفاء مظلومين مضطهدين، وإحنا في إيدينا على الأقل ككنيسة كجسد الرب إن إحنا نصلي. إحنا عارفين الحقيقة، إحنا مش محتاجين إن إحنا يعني اتكلمنا في أمور كتيرة تخص الإسلام والأسباب والأصول وكل ده، لكن النهاردة أنا بدعوكم إنكم تاخدوا خطوات بالصلاة، تهتموا بألام المحتاجين إنهم يعرفوا خلاص الرب يسوع، تهتموا إنكم تصلوا من أجل جارك، من أجل جارتك، ومن أجل الموجودين حواليكم المحتاجين رحمة الرب على الأقل. أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. آمين.